أصدقائي الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في برنامج من بلدي. أكيد بتعرفوا قديش بلدنا حلوة، قراها بمدنها بمعالمها التاريخية والدينية والأثرية والسياحية، والأحلى إنه كل هالجمال ببلدنا انعكس من خلال شخصيات كبيرة قدمت وبتقدم للوطن الكثير، سواء على صعيد النضال السياسي أو الأدبي أو الفني أو العلمي. شخصيات ورموز ناضلت بالقلم بالريشة بالكلمة وبالسلاح وبالعلم، قديراً واقتداءاً بهاي الرموز تعالوا نخليها على طول في ذاكرتنا.